لدى التعرض لعضة الكلب يفضل مراجعة المركز الطبي أقرب نقطة طبية لاتخاذ التدابير اللازمة. أولا لدى التعرض لعضة الكلب يجب التعرف على الكلب لعض الشخص لحتى نعرف إذا كان الكلب هو بيتي أم هو يعني الكلب غريب يكون، لربما يكون مصاب بداء الكلب نفسه. لدى التعرض للعضة يجب أولا تعقيم الجرح، تنظيفه ومن ثم تعقيمه بالمواد المعقمة. حاليا بشكل جزئي متوفر، الجرعة الأولية متوفرة، أما الجرعات التالية اللي هي 3-4 جرعات لازم يأخذوها، يحاولوا أن يعني يحصلوا عليها من المراكز الطبية أو من مشفى كوباني حاليا عنا متوفر. هلا الحالات اللي وصلتنا بإصابة داء الكلب 37 حالة حتى التاريخ 27 شهر، اثنين بمشفى الأمل وواحد مشفى العسكري. اليوم صباحا وصلتنا حالتين بداء الكلب، مجموع الحالات اللي حتى التاريخ اليوم 43 حالة بإصابة الكلب.